بجد ترحيبي بكل حضراتكم مشاهدينا الكرام، ولسه مكملين كلام عن يعني يمكن الملف الأبرز. يعني لو هنضخم الموضوع على قدر ما هو مهم ويستحق ان احنا نقف عنده، هي فكرة مخاطر إدمان الأطفال للإنترنت. يمكن صباح اليوم كنا بنناقش الموضوع ده من زاوية مختلفة شوية، او ليها علاقة بانه انا اعرف ازاي انه طفلي لا قدر الله بيعاني من إدمان الإنترنت. دلوقتي ممكن ناخدها من زاوية تانية أكيد هتكون مهمة ومفيدة لكتير من الأمهات، وهي فكرة إن أنا في زمن زي ده في 2024 على مشارف كمان 2025 إن شاء الله تيجي بكل خير، هل في الزمن ده دلوقتي أقدر إن أنا أمنع عن طفلي الإنترنت بشكل كامل لحد ما يوصل لسن معين؟ بيفضل السؤال، طب ما هو هيكون معاه زمايل أو صحاب، طبيعي إن هما بيستخدموا الآيباد التابلت وإلى آخره، وبالتالي بيتعرضوا للإنترنت. طب لو أنا هدخله وأخليه زي بقية صحابه، أعمل ده إزاي؟ أدخله عند سن كام أو يكون في قواعد صارمة لاستخدام الإنترنت وإيه هي؟ ويمكن برضو نقطة تانية مهمة، أوضة نوم الطفل ده يكون فيها أي وسائل إلكترونية ولا لأ؟ كل التفاصيل دي هنعرفها مع طبعا اللي بيشرفني يكون معايا هاتفيا دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية. دكتور مساء الخير وبرحب بحضرتك. يا سارة، مساءك يا رب دايما جميل، وتحياتي ليكي ولكل مشاهدين تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيك يا دكتور، وخليني يعني اعتقد حضرتك يعني تهت كده معايا وسط المقدمه في انه في حاجات كتيره قوي حوالين الطفل ليها علاقه بالالكترونيك. اولا هو لا قدر الله ممكن يبقى مدمن ولا لا، يا ترى لا قدر الله ممكن ان هو يعني يبقى حياته اليوميه ملخبطه بسبب الانترنت ولا لا، واصلا انا امنعه عن الطفل تماما ولا ادخله بشروط محدده. فانا هسيب حضرتك تبتدي من النقطه اللي شايفها انها مناسبه نبدا بيها التغطيه دي. يعني دايما انا بقول خلينا نتفق ان الطفل بطبيعته بيبقى سهل الانقياد، الطفل بطبيعته سهل التاثير العاطفي عليه، بمعنى ان اي حاجه بتزغلل العينيه بيروح لها، والانترنت كمان تحديدا فيه من الاثاره والتشويق والتنوع واشباع الرغبات. يعني ده احنا عندنا 10 احتياجات للطفل امون نيد تو بلاي او الحاجه الى اللعب. فالطفل لما يلاقي اللعب موجود في حضنه وقاعد بيلعب العاب يعني مش مكلفه ومش محتاجه مجهود، ما بيقومش من مكانه وبتعمل له نوع من البهجه والسعاده، فاكيد بيروح لها فبيخش في الادمان. فانا دايما بقول ايه، ابننا في السن الصغير ما نعرضهوش لويلات التجربه لان اثرها صعبه جدا. وبعدين انا عاوز اشيد بحاجه، يعني وانت بتقولي على حجم المشكله وانت بتتكلمي الكلام ده بيقر الاحصاءات، يعني لك ان تتخيلي ان ثلث مستخدمين الانترنت على مستوى العالم دول من الاطفال، دي احصائيه عن نهج وصيف. يعني شوفي حجم المشكله قد ايه، يعني كبير جدا. بلس كمان ان كان في احصائيه عملها الامم المتحده في 2023 السنه اللي فاتت دي، قالت ان 79% من الاطفال والشباب في اعمار من 15 ل 24 دول موجودين دايما على منصات التواصل الاجتماعي. والاسوأ من كده ان احنا عندنا طفل كل نص ثانيه بيتصل بالانترنت. يبقى شوفي حجم المشكله عامل ازاي، ده مش ادمان، ده لو في كلمه ابعد نقدر نقولها عليه. فده مهم ان انا ابقى شايف ده، لما الاقي ابني رايح في الحته دي لازم ارجعه تاني يمارس معايا سلوك انسنه، يرجع الطفل اللي احنا نعرفه نبني ذاته ونقويه علشان يبقى انسان صالح لنفسه وبالتالي للعيله اللي عايش في وسطيها وقدام المجتمع. طب يا دكتور لو انا في اوضه الطفل اللي هو بيقضي فيها معظم الوقت لو هنقول كده، وانا خليت له في اوضته لعب او انشطه مختلفه يقدر يعملها جوه اوضته، بازل، كتب قرايه، لعب يعملها تحرك تفكيره تشغل ذكائه والى اخره، هل ده ممكن يغنيه عن انه يبقى عايز يستخدم الكترونيكس، ولا هي كانها بتخطفه او بتشده طول الوقت، او طول ما هو شايف زمايله بيعملوا كده هيفضل طول الوقت عايز يعمل زيهم؟ بص يا ساره، المثل في مصر بيقول لك ابنك على ما تعوديه وجوزك بلاش انا ابنك يا دكتور بقى تبقى حساسه قوي دلوقتي عشان يعني مش عايزه اقول ان انا زواجي قرب. طيب خلينا في المقدر عليه، يعني المثل بيقول لك ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه، خلينا في المقدر عليه وتربيه اولادنا. لان المشكله بتيجي منين؟ المشكله بتيجي من اول ما الطفل يبقى عنده سنتين
والناس مش واخده بالها من ده، ان الام علشان تشتري دماغها منه علشان تتكلم بالتليفون او تعمل حاجات البيت او تقعد تطبخ احتياجاتها الخاصه، فبتديله التابلت او تقعده قدام التلفزيون وتشغل الانترنت. المشكله بتبدا من هنا، وهو بيبقى عنده اعتياد سلوكي وارتباط شرطي بين المتعه ووجود التابلت في ايديه. ولما يجي يكبر شويه بقى، دخلنا في سن 4 سنين 6 سنين، وهتعملي له اوضته سيرك محسن الحلو، مش هيلتفت ليه؟ ان هو خلاص هو بقى عنده ارتباط شرطي بين السعاده وبين وجود الانترنت. فانا عاوز اقول ايه؟ نبدا بقدر الامكان من اول السطر. لما يجي يكبر شويه، كل ما مارستي مع ابنك سلوك انسنه وعلاقه وجه للوجه واتكلمتي معاه وسمعتي له وحكيتي له حدوته وناقشتيه اتفرجتوا على الحاجه سوا اللي احنا بنسميه بلغه دلوقتي كواليتي تايم. طب بالظبط كده، هو تبقى دي كوميونيكيشن سكيلز عالي ومهارات تواصل بينه وبينه، كل ده بيغذيه بيرويه بيشبع ذاته، خلاص مش محتاج يروح حته ثانيه لا انترنت ولا غيره. طب كبر كمان ودخل بقى المدرسه وعدى مرحله البلاي سكول وكي جي 1 وكي جي 2، ابتدي بقى خليه يمارس انشطه. انا مثلا على سبيل المثال ولادي في الكشافه والنهارده موجودين في نويبع في سينا. طيب المعسكر اللي هم فيه واخدين منهم الموبايلات، قاعد شغال تخييم وشغال اسعافات اوليه وشغال في الاكل والشرب وبيشوف البحر وبيشوف المعالم هناك. لما بيرجع لي بعد اسبوع خلاص هو عنده اعتياد سلوكي انه ما يمسكش الموبايل، حتى يبقى قدام عينيه مش عاوز يروح له، شايفه حاجه ضئيله قوي، شاف المتعه الاسمى. فاحنا بقدر الامكان بنعمل ايه؟ ابننا بنقول له كوره، ارسم، لون، صغير شويه بجيب له فلسار، كبير شويه ده احنا في اللحظه اللي بنتكلم فيها دلوقتي يا ساره في مهرجان العالمين شغال، مش عارف كم المدارس اللي عامله رحلات مجانيه قد ايه الابطال. فاللي بيسمعونا وسائلين ولادهم من الانترنت هم النسخه الاولى من مهرجان نبته ده اصلا معمول للاطفال خصيصا، يعني معمول للاطفال وحدث بقى، ايش اغاني وايش موسيقى عربيه وايش مهرجان طبول رسومات وايش نحت وايش طهر. عايز اقول لك يعني طب شوفي كم القوافل اللي عاملاها الرياضه المجانيه، شوفي كم الرحلات اللي عاملاها وزاره الثقافه والثقافه. يبقى كل واحد بيسمعنا يعمل ايه؟ يروح يخبط على الباب مش هيدفع فلوس، ويودي ابنه يستمتع ويستمتع معاه ويستمتع بيه ويبنيه بدل ما هو قاعد سايبه للتابلت. فاحنا بقدر الامكان نعمل ده. وارجعي بالذاكره شويه بقى يا ساره، انا اتمنى راجل عجوز بقى، ده كان الجيل بتاعنا ده كنا لما نيجي نقعد ناكل ساعه الغدا ما كانتش وجبه غذائيه، كانت وجبه نفسيه. ده كان الاب انت يا ابني كل من قدامك، وانت غسلت ايدك ولا لا، وانت ليه بوافرك طويله، كان الاب موجود. نرجع ناكل مع بعض، يعني ناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونكلم بعض ونسمع التلفزيون. يعني انا كان في رمضان اللي فات ده في مسلسل اسمه الحشاشين، عاوز اقول لحضرتك المسلسل ده على مدار 30 يوم عطى لاولادي تحصين فكري من ممكن يقابلوه في المدرسه والجامعات ومين ممكن يستقطبهم، وخلاهم عيقظه ذهنيه عندهم شكلها عامل ازاي. كنت بقعد استغليته فرصه ان اقعد 30 يوم مع اولادي على مدار كل يوم ساعه، مش بيتسابنا ليا طول السنه. بس يا دكتور برضو انا عايزه برضو اخد من كلام حضرتك واحنا بنتكلم على الاب والام دورهم ايه في النقطه دي. حضرتك اكيد عارف وسمعت وشفت بنفسك انه كمان في اولياء امور او اب وام هم من بدايه مولد الطفل بيعملوا له حساب او اكاونت على انستغرام خلينا نقول، وبينشروا صورهم ان هم اطفال، فبالتالي الطفل ده ساعات كمان هو من قبل ما يتولد وهو لسه في بطن مامته بيكون في صور للسونار على السوشيال ميديا لحد، يعني كان احنا مثلا هنقول ايه، انا ببني له الحساب بتاعه او الاكاونت بتاعه لحد بقى ما يكبر كده يبقى هو بيستخدمه بنفسه. فحضرتك اكيد شفت حاجه زي كده واكيد عارف ان ده بيحصل. والله بص حضرتك انت فكرتيني بالمدام عندي لما جيت اتجوزت من 20 سنه، من 20 سنه جايبه لي كده بتاع كده سودة كده اشعه بتقول اتفرج على ابنك، بتاع مغيمك انت هتاكلني البلوزه، يعني انا ايه اللي اتفرج عليه؟ يا جماعه احترموا عقلي مش كده. يعني يا ريت الناس كمان تبقى تعطل تطلع من اللي انا بقوله ده بدرس مستفاد، اللي هو ايه؟ ابنك ده يعني لا يملك من امر الدنيا شيء انت امين عليه. يعني وهو بيتولد بيحملك امانه انك تبقى انت حريص عليه وحامي ليه امين عليه. طب ما يصحش تحطه كده على صفحات السوشيال ميديا وتعرضه بقى تنمر
وبعدين المثل بيقول لك هو اللي داخل البيت لسه الطفل عند سن معين هو هيقرر عايز اصلا يبقى عنده سوشيال ميديا ولا لا كمان. تحفزه طبعا تحفزه. وبعدين يا فندم يعني اللي داخل البيت يا حاسد يا فاسد، ده مثل كنا بنقوله. دلوقتي احنا اللي بنطلع بيوتنا بره، يعني ايه احط صور ابني على السوشيال ميديا؟ وانا عارف كم واحد عندي من المتابعين ما بيخلفش مثلا، وممكن يبص ازاي كم واحد عنده ابن معاق او مش سليم لا قدر الله وهكذا. فالمفروض تبقى الناس امينه على ده، نمره واحد. نمره اتنين بيترتب عليها اللي انت بتدي لابنك تصريح ضمني ومجازي بل وصريح ان يا ابني السوشيال ميديا دي على المشاهد اعمل اللي انت عاوزه. انت كنت لسه يعني في اللفه في مرحله المهد وكان صورك بتنزل، فلما يجي ابننا بقى يعمل صفحات واكونتات ما نرجعش نلومه، فلازم نبقى احنا كمان عاقلين، وبعدين احنا كمان نبقى قدوه لاولادنا، يعني يبقى في ترشيد في الاستهلاك بتاعنا على السوشيال ميديا. ما يصحش ابدا ابقى انا قاعد في بيتنا ليل نهار ماسك الموبايل وما بتكلمش مع اولادي، ده حتى لما احب اطلب كوبايه شاي من المكان ببعتها بسرعه على الواتساب وهي قاعده في الاوضه اللي جنبي. ما ينفعش ده خالص يعني. يعني لازم احنا كمان متعاونين بنتكلم مع بعض في الاسره كلها، وهي خارجه في العربيه ما حدش يمسك التابلت ولا الموبايل، كل قاعد بيتكلم بيتناقش بيسمع حاجه. واحنا قعدنا في كافيه ما فيش حاجه اسمها كل شويه نتصور وما بنكلمش بعض، رايحين نزوره الجد والجده، نحترم ان الناس دي ضيوف على الدنيا ونستمتع بيهم ونقطعهم بينا. دي كلها مفاهيم غايبه، يعني دي كلها حاجات احنا لازم نعملها. لان خدي بال سيادتك، انت لو تعرفي الخطوره اللي بيتعرض ليها اولادنا من المحتوى بتاع السوشيال ميديا قد ايه، وانعكاسه عليهم بصوره سلبيه وهدم للنفس وعوار للذات قد ايه، يبقى كل واحد بيسمعنا هيراجع نفسه بدل مره 1000 مره. أكيد. يعني أنا طبعا يعني مستمتعة جدا جدا مع حضرتك، ولكن للأسف وقتي انتهى، فخليني أشكر حضرتك وأشكرك يعني بشكل شخصي على العصارة اللي حضرتك اديتها، مش بس للأب والأم كمان للأطفال. فيعني أعتقد أنه الرسالة أكتر من وافية وكافية، فبشكر حضرتك شكرا جزيلا للدكتور، نورتني دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، كنت معنا هاتفيا، جزيل الشكر لحضرتك. شكرا لك يا ساره، ودايما تركزين اليوم السابع كده جوه قلوبنا وبيوتنا وبيمس كل القضايا اللي بتنتاب الاسر المصريه والعربيه. ده شرف لينا يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك. جزيل الشكر ايضا لكل حضراتكم على المتابعه، دائما كونوا معنا على مدار الساعه، ودمتم في امان وحفظ الله.